صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: ما معنى قول ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير الآيات التي فيها ضرب للأمثال يقول هذا مثل ناري، وأحيانا يقول هذا مثل مائي؟ لا، ما أخذ من لفظ الآية، أخذ من لفظ الآية. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة البقرة فقال أو يصف المنافقين أو كصيب من السماء، هذا مثل مائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل ناري، مثل ناري. فهذا مأخوذ من الآيات، مأخوذ من الآيات. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثال مائي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، هذا مثل ناري. نعم.